هل تجوز زكاة الفطر نقدا أم لا؟ وما مقدارها من الحبوب مأجورين؟ لا تجوز زكاة الفطر نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر والشعير، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر والتمر والشعير والزبيب، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأطط، أربعة أصناف. فهي يعني زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، ولا من اللباس، ولا من الفرش، ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام. ولو كانت القيمة معتبرة لم تكن الأجناس مختلفة، إذ أن صاع من الشعير قد لا يساوي صاع من التمر، أو لا يساوي صاع من البر، أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا فالواجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، وكل أمة طعامها قد يختلف عن الأمة الأخرى. وهذه القيمة التي تريد أن تدفعها اشتري بها طعاما وأخرج وتسلم وتبرأ بذلك ذمتك. ونحن لا ننكر أن بعض العلماء قال يجوز إخراجها من القيمة، قد قال به من قال، ولكن المرجع عند النزاع إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا علمنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر من الطعام فلنستمسك بهذه السنة. بارك الله فيكم.